بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور باسل عبد المهدي صالح، جامعة البصرة، كلية العلوم، قسم الكيمياء. ألقي على حضراتكم المحاضرة الثانية في مادة الكم 417 اللي هي Selected Topics in Organic Chemistry. في المحاضرة السابقة أخذنا راجعنا بالحقيقة بعض المواضيع اللي أخذناها بالمحاضرة بالمراحل السابقة اللي هي بما يخص الكحولات والكيتونات والألديهيدات والحوامض الكربوكسيلية والإسترات، وكذلك أخذنا مفهوم الأكسيديشن والريدكشن، وكذلك أخذنا الأورغانوميتاليكس اللي هي ليثيوم أورغانو كومباوندز أو المركبات المغنيسيوم العضوية اللي هي جرين يارد ريجنت، وهذه قلنا هي تعتبر مقدمة لمحاضراتنا اللاحقة اللي هي من ضمنها هذه المحاضرة. بهذه المحاضرة راح نتطرق إلى بعض المفاهيم، مثلا عندي السلكتيفيتي اللي هي تقسم إلى ريجيو سلكتيفيتي وستريو سلكتيفيتي والكيمو سلكتيفيتي، راح نجي نعرفها وحدة وحدة. كذلك راح ناخذ التحديات اللي ممكن أن نصادفنا بالتخليق العضوي، راح ناخذ مفهوم البروتكتينج جروبس، ناخذ البروتكتينج جروبس للكحولات اللي ناخذ بالخصوص التي اتش بي والموم اللي هي ام او ام اللي هي ميثوكسي مثل ايثر. كذلك راح ناخذ بالنهاية المحاضرة كويز بما يخص اللي اخذناه بهذه المحاضرة. اول شيء خلينا نجي ناخذ شنو السلكتيفيتي. طبعا السلكتيفيتي هسه اذا عندنا يعني المركبات، اذا نشوفها غالبيتها مركبات العضوية بيها اكثر من مجموعة فعالة، وهذه المجموعة الفعالة ممكن ان تتفاعل بعدة طرق. لذلك الكيمياوي المضبوط يجب ان يعرف شلون يخمن هذه المجاميع الفعالة، يمتى تتفاعل وكيف. فهذه الاسئلة هي تسمى بالسلكتيفيتي. يعني السلكتيفيتي عندي تجي على ثلاث انواع: الريجيو سلكتيفيتي وستيريو سلكتيفيتي قلنا والكيمو سلكتيفيتي. نجي تعريف وحده وحده. الريجيو سلكتيفيتي هي اين يكون التفاعل بالجزيئة، يعني اي موقع راح يصير التفاعل. يعني اذا ناخذ مثلا عندي تفاعل ينطيني ناتجين، فالناتج واحد من الناتجين يكون اكثر من الاخر، ممكن يكون بنسبة مئوية 100%، ممكن يكون 1%، ممكن يكون يعني نسب مختلفة للنواتج المحتملة. فهذا اللي هنا إذا طاك الناتج الميجر واحد من عدد، نسموه هذا ستيريو سيلكتيف لهذا الموقع. هسا مثلا عندي هذا التفاعل اللي هو البروبين، عندما نضيف له HCl مثل ما نعرف حسب قاعدة ماركونيكوف، الإضافة راح تصير على ذرة الكربون اللي تكون كربونيوم ايون اكثر استقرار اللي هو ناتج ثانوي، فينطيني هذا الميجر يسموه ريجيو ايزومر. ليش؟ لينطيني هنا الايون كربونيوم اللي كونه راح يكونه اكثر استقرار، الاولي راح يكون اقل استقرار فينطيني ماينر ريجيو سيلكت او ايزومر. وهذا يسموه التفاعل اذا انطاني ميجر لواحد من عندهم يسموه ريجيو سيلكتيف او ريجيو سيلكتيفيتي لهذا التفاعل. خلينا نجي ناخذ شنو مفهوم ستيريو سيلكتيفيتي. هو كيفية تفاعل المجموعة الفعالة بما يتعلق بالستيريو كيمستري، يعني الفراغية لهذه الجزيئة. يعني خلينا نجي نوضحها بشكل أوضح. تفاعل ستيريو سيلكتيف يعني التفاعل اللي يكون بانتقائية فراغية. مثال على ذلك، مثلا عندي تفاعل ديلز ألدر، مثل ما نعرف ديلز ألدر عندي داين وداينوفايل. الداينوفايل طبعا الستيريو مالته ستيريو كيمستري راح ينطيني الستيريو كيمستري المن للناتج. شلون يصير هذا عندي الداينوفايل ينطيني الناتج؟ مثلا هنا عندي سيز اللي هو هنا نطلق عليه الزت، اذا كانت المجاميع متجاورة نسميه زت. فالناتج التفاعل ينطيني سيز، هذه المجاميع تكون الى الاعلى او الى الاسفل، اثنيناتهم يعني تكون متجاورة
واحد مقابل الثاني، مو واحد عكس الثاني. فهذا نسميه سيز، هذا الناتج نسميه سيز. هذا التفاعل يطلق عليه ستيريو سيلكتيف، لأن ينطيني هيئة فراغية واحدة مو اثنين، ما ينطيني سيز وترانس، وإنما فقط ينطيني سيز. زين شلون أحصل على الترانس؟ إذا نحول هذا الداينوفايل إلى إي بحيث يكون المجاميع هنا الإسترية متقابلة، فراح ينطيني الناتج ترانس، راح تكون مجموعة واحدة إلى الأسفل والمجموعة الأخرى إلى الأعلى. هذا أيضا التفاعل يسمونه شنو؟ استيريو سيلكتيف. الكيمو سيلكتيف شنو؟ هو هنا أي من المجاميع يتفاعل، يعني شلون؟ يعني مثلا إذا عندي مركب بمجموعتين فعالة مختلفتان، مثلا هسه أنا أريد أسوي التفاعل كيمو سيلكتيف. شنو الكيمو سيلكتيف؟ يعني راح يتفاعل أحد المجاميع في حين الأخرى لا تتأثر. مثلا هنا أنا صير عندي هسه ريدكشن، أريد أسوي لمجموعة الكربونيل وأحولها إلى كحول، وفي حين المجموعة الأخرى الإسترية على سبيل المثال راح تبقى ثابتة. إذا الآن لازم أختار هنا ريجنت يتفاعل فقط مع الكربونيل جروب ولا يتفاعل مع الإستر. شنو هذا الريجنت؟ إذا تذكروا إحنا أخذنا بالمحاضرة السابقة إنه عندي الليثيوم ألومنيوم هيدرايد يسوي لي اختزال لكل المجاميع اللي بيها كربونيل، مثل المجاميع اللي هي الكربوكسيليك أسيد ديريفيتيفز، يعني كربوكسيل، عندك إستر، عندك أمايد إلى آخره، وكذلك يسوي لي اختزال للمجاميع الكربونيل اللي هي كيتون وألديهايد، يحولها إلى كحول مباشرة. بنفس الوقت أخذنا قلنا صوديوم بوروهيدرايد، هذا سيلكتيف إلمن فقط للكيتون والألديهايد. الألديهايد يتحول إلى كحول أولي في حين الكيتون يتحول إلى كحول ثانوي. إذا أنا إذا عرفت هذه الآلية أقدر أحدد من هذه، في حين طبعا الليثيوم ألومنيوم هيدرايد أيضا يحول الألديهايد والكيتون إلى كحول. فإذا عرفت قوة الاختزال لهذين المركبين أقدر أختار أحدهما على الآخر إذا عندي كانت مجموعتين مختلفات بالرياكتيفيتي. خلينا نجي نشوف هنا. أنا طبعا عندي إذا استخدم ليثيوم ألومنيوم هيدرايد على سبيل المثال ما يصير عندي كيمو سيلكتيف. ليش؟ لأن هذا عندي الريجنت كلش قوي بحيث يحول لي كل المجاميع اللي موجودة إلى مجاميع كحولية. إذن الليثيوم ألومنيوم هيدرايد غير مو كيمو سيلكتيف لهذا الرياكشن. إذن حتى أستخدم ريجنت فقط على هذه الكيتونية، المجموعة الكيتونية، يجب أن أستخدم ريديوسينج ايجنت أقل حدة اللي هو هنا عندي الصوديوم بوروهيدرايد، راح طبعا يتفاعل فقط ويا مجموعة الكيتون ومجموعة الإستر تبقى not reduced، راح ينطيني الناتج. إذا هذا التفاعل هسه هنا كيمو سيلكتيف، إذا اختار لي مجموعة واحدة دون الأخرى. عندي الكيمو سيلكتيف بالأكسيديشن، يعني أنا أعرف أنه عندي إذا أريد أفاعل مجاميع مثلا عندي ألديهايد وكيتون اثنينات قابلة للأكسدة، أفاعلهم مع عامل مؤكسد قوي مثل عندي جونز رياكشن، راح يسوي طبعا الكحول والألديهايد اثنينات نحولهم إلى كربوكسيليك أسيد. هذا التفاعل ما يعتبر كيمو سيلكتيف. لكن إذا استخدمت على سبيل المثال إذا تذكرون الكشف عن الألديهايد، إذا عندي كيتون وألديهايد أريد أميز بين الكيتون والألديهايد، نستخدم ما يسمى بالتولن ريجنت اللي هو هنا أنا راح يكشف لي على الألديهايد بسبب يحول هذا الريجنت يحول لي الألديهايد إلى كاربوكسيليك أسيد، وهنا عندي السلفر أوكسايد يتحول السلفر إلى يعني متل يكون على شكل مرآة على سطح التيست تيوب، فهذا الدليل على أنه موجود عندي ألديهايد. إذن هذا الريجنت راح يتفاعل فقط مع الألديهايد دون الكحول، إذن هذا أيضا يعتبر تفاعل كيمو سيلكتيف، راح يتفاعل مع مجموعة دون الأخرى.
عندي مثال آخر هو تفاعل أو إنتاج الباراسيتامول أو إحنا نسميه براسيتول. الباراسيتامول هو هذا الأستينالايد بارا هيدروكسي أستينالايد. هذا طبعا عندي هنا مجموعة أسيتايل ما نقدر نضيفها المن إلى مثلا عندي هذا المادة الفعالة والمادة المتفاعلة اللي هي أما نسميها بارا هيدروكسي أنيلين أو نسميها بارا أمينو فينول. هذه طبعا عندي مجموعتين فعالات اثنيناتهن يعتبرن نيوكلوفيل قوي لكن فعاليتهن مختلفة من واحدة لأخرى. عندي هنا نيوكلوفيل قوي هنا أنا عندي مجموعة الأمين أقوى من الكحول. فإذا نجي طبعا ونفاعل access of أستينالا أو يسموه أسيتيك أنهايدرايت، الأسيتيك أنهايدرايت مباشرة يتفاعل إذا كان عند زيادة من عنده مع المجموعتين يتفاعل فينطيني مجموعة استرية ومجموعة أمايد. أنا ما أريد هذا الشيء، أريد هذه المجموعة الاسترية ما تتفاعل. الأوأج مثل ما قلنا النيوكلوفيل مو كلش قوي بقوة الأنأشتو، لذلك إذا أضيف مول واحد راح تتفاعل فقط المجموعة الفعالة الأكثر اللي هو هنا أنا عندي مجموعة الأمين، راح تتفاعل وينطيني هذا الناتج اللي هو الباراسيتامول. هنا المجاميع اثنيناتهن أيضا المجامع الأمايد هنا ومجموعة الإستر اللي هن اثنيناتهن يعتبرن من مشتقات الحامض الكاربوكسيلي. الهيدروليسيز مالتهن يختلف من واحد إلى آخر. الهيدروليسيز للإستر يكون أسهل يعني بظروف أسهل، يعني أقدر أسوي له هيدروليسيز بوسط قاعدي رأسا يتحول إلى الكحول أو هنا الفينول. فلذلك لما نضيف محلول قاعدي راح عندي الأستر تتفاعل وتصير به هيدروليسيز فتنطيني هذا الناتج، في حين الأمايد تقاوم هذا التفاعل. إذا نقدر إحنا بالطريقتين أما نفاعل مباشرة مول واحد أو نفاعل أكثر من مول وبعدين نسوي هيدروليسيز فينطيني الناتج. إذا هذه المعرفة معرفة المجاميع الفعالة وقوتها وكذلك تفاعلاتها نقدر نحدد أي المجاميع ممكن أن يتفاعل وممكن ما يتفاعل حسب اللي الشيء اللي نريده. إذا إحنا معرفتنا بالمجاميع الفعالة ضروري حتى على مود نعرف سلوك التفاعل شلون يصير. هذه يسموها كيمو سيلكتيف. هسه خلينا نجي إذا مثلا أنا ما قدرت أسوي كيمو سيلكتيف يعني أريد أسوي الناتج مالتي لكن يعني صعبة عندي أسوي الكيمو سيلكتيفيتي، فش أسوي حتى على مود أحصل على الشيء اللي أريده؟ هنا أنا أكو مفهوم يسموه protecting groups اللي هو مجاميع الحماية. مجاميع الحماية مثل هذا التفاعل أنا أسوي oxidation لهذا المجموعة الثانوية هنا الكحول الثانوي، عندي هنا ثانوي عندي أولي، عاد أسوي oxidation فقط لهذي. فشلون أسوي؟ إذا أسوي oxidation طبعا اثنيناتهم كحول ما أقدر أنا أتجنب واحد، اثنيناتهم يعني نفس القوة تقريبا، فش أسوي حتى أخلي فقط هذه تتفاعل؟ الحل الأمثل بهاي الحالة لازم شو أسوي؟ أستخدم الـ protecting group، يعني أجي أضيف protecting group هنا أسميه PG، هسه بعدين نجي نشوف شنو هذا الـ PG. هاي أسوي deactivation. طبعا نعرف أن الكحول أكثر فعال، الأول العفو أكثر فعال من الثانوي، يعني لأن هنا steric hindered يعني هنا هذا يكون معاق فراغيا الثانوي، الأولي غير معاق ممكن يتفاعل هذا ما يتفاعل هذا، اللي يتفاعل أولي ما يتفاعل الثانوي. يسوي deactivation. هاي هسه وظيفته شنو للprotecting group؟ يسوي deactivation. أنا بدي أسوي عملية أكسدة، يعني حميتها هسه هذه المجموعة الأولية أو الكحول الأولي، أسوي الأوكسيديشن راح يصير عندي على الكحول هذا الثانوي أكسدة، هذه محمية ما راح تتأثر ترجع لي هنا. شو أسوي هسه؟ هسه أسوي إزالة لهذه المجموعة بتفاعل آخر. هنا أنا أسوي removal of protecting group راح يرجع عندي هذه على شكل مجموعة كحولية. إذا إحنا هسه بهذه
المخطط قدرنا انه احنا نشرح مفهوم البروتكتنج جروب. لكن هنا أنا شوف اذا صارت عندي، اذا شوفون صارت عندي تقريبا هاي هنا أنا عندي خطوة وهذه خطوة بالتفاعل وهذه خطوة، صارت عندي ثلاث خطوات. هذه ثلاث خطوات او خطوتين اضافة وازالة البروتكتنج جروب راح تضيف لي خطوتين للتفاعل. هذه الخطوتين للتفاعل راح تسبب لي انه تقلل لي الحصيلة، راح نشوفها بالسلايدات القادمة شلون تسوي لي يعني قلة بالحصيلة. اذا عندي كان التارجت مالتي الموليكيول اللي بدي احضرها هي معقدة وبيها مجاميع فعالة حساسة للظروف التفاعل او لظروف اكثر من تفاعل، انا ايش راح اسوي؟ اقدر اسوي حماية لهذه المجاميع الفعالة او الحساسة بمجموعة بروتكتنج جروب، وبعدين حتى على مود طبعا احميها من هذه الظروف او ظروف التفاعل، او حتى على مود لا تنطيني نواتج عرضية او تفاعلات عرضية، وبعدين ازيلها. اذا شنو تعريف البروتكتنج جروب؟ البروتكتنج جروب هي مجموعة تضاف الى المجموعة الفعالة حتى على مود لا تودي لي الى تفاعلات غير مرغوبة اثناء التخليق او التخليق العضوي. بنهاية العملية الكيميائية اللي انا اسويها ازيل هذه البروتكتنج جروب حتى على مود احصل على الناتج النهائي. اذا هذا المخطط يمثل لي هذا العمل، اول شيء بروتكتنج جروب، بعدين اسوي التفاعل بعد ما اضيف البروتكتنج جروب، بعدين ازيلها، ازيل البروتكتنج جروب احصل على المجموعه الفعاله مره اخرى كما هي. هسه طبعا البروتكتنج جروب نستخدمها شر لا بد منه. احنا اذا اريد طبعا تفاعل، هسه على سبيل المثال هذا التفاعل ينطيني على سبيل المثال هذا التفاعل ينطيني 80% ناتج، لكن اذا انا اضيف لاكثر من خطوه اضافيه مثل اضافه البروتكتنج جروب، فالتفاعل هسه اذا على سبيل المثال صار من خطوه واحده الى خمس خطوات وكل 80%، شوف الناتج 80% ايش قد يصير بعدين، يعني هنا طاين 80% هنا ايش قد يصير 32%، هذه الحصيله النهائيه الكليه. فهنا اعتيادي راح يصير عندي قله بالحصيله، اذا كل ما اضيف خطوات اضافيه راح يصير عندي قله بالناتج او قله بالحصيله مالتي النهائيه. اذا اضافه للبروتكتنج جروب او اضافه خطوات اضافيه هي غير مرغوبه اصلا، لكن اذا هو شر لابد منه لازم نسويه بس حتى على مود نحصل على الناتج اللي اريده. اذا انا ككيمياوي اريد اسوي التفاعل، طبعا افضل انه ما استخدم البروتكتنج جروب نهائيا، لكن مو كل التفاعلات احنا نقدر نتجنب من عندها البروتكتنج جروب، نوبات يعني نضطر انه نستخدم البروتكتنج جروب. بالتفاعلات الحياتيه ما موجوده البروتكتنج جروب بالطبيعه، لكن لما نريد نخلق احنا ماده لازم طبعا ندخل هذه البروتكتنج جروب كتحصيل حاصل، لازم يعني هي تجبرنا العمليه انه اذا نقدر احنا نلقى في الطريق اخر مختصر ما ببروتكتنج جروب فبها، اذا ما نقدر لا نستخدم البروتكتنج جروب. اذا بالسلايدات القادمه راح نتعلم شنو هي البروتكتنج جروب وشلون نقدر نتجنبها. هسه شنو هي الصفات اللي تكون واجب توفرها للبروتكتنج جروب المثاليه، المجاميع الحمايه المثاليه؟ طبعا خلينا نفرض انه احنا عندنا بروتكتنج جروب، شنو هي المجموعه او الصفات اللي تتمتع بها البروتكتنج جروب؟ طبعا مثل ما قلنا انه احنا لازم تكون عندنا حصيله عاليه اذا نضيف البروتكتنج جروب، الناتج مال البروتكتنج جروب لازم يكون عالي. ايضا بالدي بروتكشن ستيب ايضا تكون النتيجه عاليه او الحصيله تكون عاليه حتى على مود لا اخسر
شيء من الناتج النهائي. الشيء الثاني انه يجب ان تكون ظروف اللي نحضر بها البروتكشن جروب تكون معتدله، ما تكون تاثر لي على الجزء اخر من الجزيئه، يعني انا اسوي فد شيء واخرب شيء ثاني. فلازم تكون مايلد، تسموها كونديشنز، يعني مايلد شنو؟ يعني ظروف معتدله، مايلد كونديشنز راح تمنع لي شنو من الدامج اللي هو الضرر اللي يصير على بقيه المجاميع الفعاله بالجزيئه. ثالث شيء مهم جدا تحميلي، طبعا هذه لما نضيفها انا بروتكتنج جروب تحميلي المجموعه الفعاله المعنيه من طيف واسع من الظروف اللي راح نستخدمها. بذلك راح تحميلي طبعا المجموعه الفعاله من التفاعلات المحدده. الأورثوغونال بروتكتنج جروبس، يعني احنا عندك نفرض عندك اكثر من مجموعه حمايه، هنا انت تريد تسوي مثلا ازاله لوحده من عندهن دون الاخرى، تستخدم ظروف معينه تاثر على وحده ما تاثر على الثانيه، هاي يسموه أورثوغونال. هاي راح ناخذها ان شاء الله في المحاضرات الجايه. الاكثر المجاميع الفعالة استخداما للبروتكشن او البروتكتنج جروبس هي الكيتونات على سبيل المثال، الالديهايدات، الامينات، الكحولات، الكاربوكسيليك اسيد. هذه طبعا اشهر المجاميع الفعالة اللي يتم حمايتها اثناء التخليق العضوي. هسه على سبيل المثال احنا راح ناخذ طبعا بهذه المحاضرة البروتكتنج جروبس للكحولات. طبعا الكحولات تتمتع بطيف واسع من التفاعلات، على سبيل المثال الكحول طبعا هو بهذه الهيئه مالته يعتبر poor living group، يعني مو مجموعه فعاله او مغادره العفو جيده، وكذلك يعتبر النيوكلوفيل وقاعده ضعيفه. فاذا طبعا الكحول شيء يعاني من بروتينيتد، يعني يصير دي بروتينيتد، يعني إزالة بروتون. إذا استخدمنا قواعد قوية، إذا استخدمنا قاعدة قوية راح يصير تحول إلى الكوكسايد. هذا الكوكسايد هو طبعا راح يصير جود نيوكلوفايل وسترونج بيس. بنفس الوقت إذا استخدمت حامض قوي راح يصير بيها شنو عندي بروتينيشن، فيصير البروتينيشن يحول الـ OH إلى H2O مجموعة مغادرة جيدة، فممكن تنطيني كحولات او تنطيني تفاعلات، العفو تنطيني الكينات، او ممكن ان تنطيني تفاعلات استبدال اخرى. اذا هذه الظرفين ممكن واحد يتوقع انه الكحولات تدخل بها من تفاعلات. التفاعلات الاخرى ممكن تكون عندي اكسده، مثل الكحول مثل ما نعرف اذا يعني اكو عندي ظروف اكسده تحول الى الديهايد وبعدين الى حامض كاربوكسيلي إذا كان أولي، إذا كان ثانوي بالأكسدة يتحول إلى كيتون. طبعا من المجاميع الحماية الأكثر شهرة للكحولات هي اللي تكون إيثرات، يعني تكون رابطة إيثرية مع الكحولات. طبعا الإيثرات هي طبعا غير فعالة لمعظم التفاعلات، لذلك تكون حمايتها قوية. عندنا الأصناف اللي تكونها الإيثر بروتكتين جروبس هي سيلايل إيثر بروتكتين جروب، يتحول الكحول إلى سيلايل إيثر يسمونه سيلايل إيثر، هذا يكون يعني خامل لكثير من التفاعلات، لذلك يستخدم في حماية الكحولات. عندي الرابطة الأسيتال يسمونه بروتكتين جروب، يتحول الكحول الى اسيتال. شلون يصير الاسيتال؟ عندي CH2 هنا بالنص CH2 او CH، وعندي منها اكسجين منها RR، هاي يسمونه عندك الاسيتال. خلينا نجي نشوف شنو عندي من 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 مجاميع حمايه مستخدمه في حمايه الكحولات من التفاعلات او من
السترونج بيسز، هاي يسمونه تي اتش بي اللي يسمونه تترا هيدرو بيران، نطلق عليه تي اتش بي كمجموعة حماية للكحولات. هذه شنو تكون؟ طبعا تقع ضمن مجموعة صنف الاسيتال بروتكتين جروب اللي هو الصنف الثاني اللي تونا شفناه. هذه طبعا راح تحميلي الكحولات من الرياكشن التفاعلات القواعد القوية. طبعا الرابطة مالته تكون بهالشكل، بس الاسم مالته تترا هيدرو بيران تي اتش بي لازم نحفظه. هنا هذه مجموعة الاسيتال، هنا هاي طبعا هنا حلقة، هل راح نعرف شلون راح تجي. هنا عندي شنو يحمي؟ هو يحمي الكحولات منين؟ من الحوامض او عفوا القواعد القوية. مصدره شنو؟ حامض وهذا المركب. وكذلك عندي الدي بروتينيشن او الدي بروتكشن عفوا، نضيف طبعا H2O وكاتاليتيك اسيد وحامض. شلون طبعا يتم الحماية به؟ هسه مثلا على سبيل المثال انا اريد اسوي ريدكشن المن لهذه المجموعة، مجموعة الاستر. نحن طبعا نستخدم ليثيوم الايونيوم هايدرايد مثل ما تونا شفنا، لكن الاو اتش هنا اللي هي الكحولية تتداخل عملها ويا من؟ ويا هذه الريدكشن ايجنت اللي هو هنا ريدوسينج ايجنت اللي ليثيوم الايونيوم هايدرايد، يتفاعل ويا الكحول عادة. فاحنا شو نسوي؟ لازم نحميه، هذا هاي المجموعة نحميها بمن؟ نحميها بهذا ال هنا عندي تي اتش بي التترا هيدرو بيران. شو اسوي؟ اجيب هذا المركب افاعله ويا من؟ ويا كاتاليتيك اسيد، واجيبه ويا الكحول. راح هنا تنضاف عندي هذه المجموعة، تحول طبعا هذه العاصر المزدوج هنا تلغي، راح تجي هنا عندي رابطة هنا إيثارية، فالناتج كله يسمونه هنا هذا أسيتال جروب. فراح نجي نسوي النوبل ريدكشن اليمن على هذه المجموعة، راح تنزال تحول إلى كحول. النوب هذه المجموعة البروتكشن أو البروتكتين جروب أرد أزيلها، مجموعة الحماية شو أسوي؟ أضيف لها حامض وماء، ثم تنزال عندي هذه. هسه راح ناخذ الميكانيكا مالته شلون هنا يصير التفاعل وشلون يصير عندي الإزالة. اول شيء خلينا نجي نشوف شلون الميكانيزم مالته. اول شيء طبعا الميكانيزم عندك حامض راح يصير برتنة، هذا هنا تندفع عندك المزدوج الالكتروني، العاصرة تندفع باتجاه البروتون، فيتكون عندك هذه الانترميديت المركب الوسطي، هنا يكون عندك بلس لانها عندك اكسجين صار بي 3 روابط. هنا بتجي عندك الكحول تتفاعل ويا من؟ ويا هنا هذه ذرة الكربون الفعالة مثل الكربونيل، وهنا عندك بلس فتكون جدا فعالة، فيجي هنا عندك الكحول يتفاعل فيكون عندك هذا المركب. هنا عندك قاعدة يعني ماء، سواء ماء أو عندك كحول يأخذ هاي البروتون فيتحول عندك هذه الرابطة الأسيتال. هنا صار عندك الكحول محمي بهذه المجموعة اللي هي THP. اذا خلصت من التفاعل تريد تزيله، شلون ازيله؟ طبعا ايضا بالحامض. اول شيء راح تبرتن عندك مجموعة هنا هذه الكحولية او الرابطة الايثرية، راح طبعا تندفع المزدوج الالكتروني باتجاه هنا العاصرة، راح تلفظ عندي مجموعة الكحول. بعدين طبعا هذه ايضا تبقى مجموعة فعالة مثل هنا، راح تجي H2O يعني عندك زيادة من الماء هنا، فراح يصير عندك شنو؟ تفاعل هنا إضافة نيوكلوفيلية، راح ينطيني هذا الناتج. عندك هنا قاعدة تأخذ هذا البروتون، قاعدة هنا ماء، فراح يصير عندي شنو؟ هذا الناتج اللي هو رجع عندي كما كان. إذا احنا ضفنا هنا المجموعة الحماية بهذه الطريقة بالحامض، وأيضا ضفنا أزلناها بوجود الحامض المخفف. هسا عندي الام او ام، هذا طبعا ايضا يسموها ميثوكسي مثل ايثر، ايضا تعتبر بروتكتنج جروب جيده للكحولات، هم ايضا تقع ضمن صنف الاسيتالز. هذه طبعا الام او ام راح تحمي لك الكحولات مو فقط من القواعد القويه، وايضا من الحوامض الضعيفه وكذلك من النيوكلوفيلات. هذه طبعا شلون نقدر احنا نضيفها؟ نضيف هذا الريجنت اللي موجود هنا
بوجود هذه القاعدة، شلون نزيله؟ نزيله بواسطة أما strong Lewis acid أو conic HCl، أما حامض HCl مركز أو Lewis acid هنا عندي قوي. خلينا نجي نشوف هنا مثال عليه. عندك هنا مثلا هذه عندك مجموعتين هنا، طبعا أيضا مجاميع حماية هذني راح نتطرق لهن لاحقا بالمحاضرات الجاية. عندك مجموعتين كحول، واحدة أولية واحدة ثانوية، مثل ما نعرف وحكينا أنه عندنا هذه الأولية تكون أكثر فعالية، ثانوية بسبب أنها واقعة هنا ضمن خلينا نقول bulky groups اللي هي بها إعاقة فراغية هنا الثانوية ما تتفاعل، أما الأولية تتفاعل. فنقدر نضيف هذا الريجنت هنا سواء كان كلور أو بروم، هسه هنا أنا مستخدم بروم، هنا أنا أقدر أضيفه المن هذا اللي هو ينطيني رابطة الميثوكسي مثل إيثر، أضيفه للكحول راح يتفاعل الكحول الأولي راح يحمي لي هذه الأولية. الثانوية هسه أقدر أسوي عليه التفاعل اللي أريده، أكسده غيره إلى آخره، أي شيء اللي أريد أسوي على الـ OH. إذا أنا حميت وحدة وخليت وحدة فري. الإزالة إزالة بالـ HCl المركز لازم هنا عندي HCl مركز، هسه هنا عندي مجموعة فعالة أو العفو مجموعة بروتكتنج جروب أريد أزيلها، فش أسوي؟ أضيف HCl مركز راح تنزال عندي هذه. شلون ميكانيكيتها؟ طبعا ميكانيكية أيضا سهلة ونفس ميكانيكية تقريبا الريجنت اللي قبله. أول شيء طبعا راح يصير عندي بدفع من الإلكترونات هنا راح تكون عندي عاصرة مزدوجة وراح تتغادر عندي Cl أو البروم اللي موجودة هنا راح تنطيني هذا الناتج. هذه مثل ما قلنا شلون تعتبر كربونيل يعني خلنا نقول منشطة، هذه ذرة الكربون تكون شحيحة بالإلكترونات، هذا النيوكلوفيل يعتبر الكحول يجي يهجم على ذرة الكربون وينطيني هذا الناتج. عندي قاعدة موجودة يعني بالوسط سواء كان عندي ماء أو عندي كحول ياخذ هذا البروتون فيعطيني هذا الرابط الأسيتات. الدي بروتكشن أوف الكحول نفس الطريقة، أجيب حامض أضيفه راح تبرتن لهاي هنا الرابطة الإيثرية راح بدفع من هذه الإلكترونات ترجع هذا الأنترميديت اللي هو شلون هذا تكون هنا عندي بالبداية اللي هنا بالخطوة البروتكشن، نفس الشيء هنا يتكون عندي بعد ما يعني هنا عكس هذه الخطوة فراح يطلع عندي هنا الكحول يرجع كما كان ويرجع عندي هذا هنا الانترميديت. هسه هذا كويز ان شاء الله دزولي على الخاص، يقول لك what is the reason that the following product cannot be prepared، يعني يقول لك هذا الناتج المتكون ما ممكن ان يتكون، ليش؟ شنو السبب؟ انا مستخدم قاعدة وبعدين مستخدم هاليد الكيل، فشنو السبب؟ انطوني اياه. شكرا لكم.